العلاجية. صباحك سعيد، أهلا وسهلا بك. صباح الخير، ومناسبة رمضان نتمنى رمضان مبارك لكل مشاهدات مشاهدين كرام ولكل العالم الإسلامي. شكرا لك وصحة رمضانك أنت كذلك. إذن دكتور، الموضوع تاع اليوم مهم جدا، شاسع ومتشعب كثيرا. كيفاش نشروا الدجاج؟ كيفاش نحضروه؟ كيفاش نقيوه؟ كيفاش نغسلوه؟ وكيفاش نطيبوه؟ نحطوه في الخل، في الماء، في البيكربونات، في لوجافيل. نعرف إنسانة نوجه تحية بالمناسبة، زيد له حتى الإزيس، قولها مازال الحمد لله مازلنا حيين كاينين رغم أنه كيفاش نقطعوه ايضا وكيفاش نطيبوه بطريقه صحيه. موضوع مهم جدا، نطلبوا من المشاهدين تفاعلوا معنا على الرقم الظاهر اسفل الشاشه. لكن قبل ما نعرفوا كيفاش نشريوه، حبينا نطرقوا لشق مهم جدا، هي ربما مراحل تطور تربيه الدواجن على مر السنين، وكيفاش حتى الدجاجه اليوم ولا توزن 4 كيلو دكتور. نعم. عندك الحق، اسمها هذه النبذه التاريخيه راح تسمح لنا باش نفهم علاش كاين هذه لابولينيك اللي بزاف دوك عندها. 2012 بدات هاد الامر تاع اسكو نغسلوا الدجاجه ولا نطيبوها كيما راهي، اسكو سي دونجورون باش نغسلوا الدجاجه. ايفيكتيفمون، باسكو كاين يقول لك نغسل، كاين يقول لك نغسل، صحيح. كاين دي شاف يقول لك انا نغسل، كاين دوطخ اسمها ولاو حتى ولا في بعض البلدان في اوروبا امريكا، ان شاف اللي ما في طيب يسيبوه يغسل الدجاجه سي كاتاستروف. دونك لهذا حبينا نهضروا باش نعرفوا من الجانب العلمي علاش وصلنا لهذا الامر. باسكو من قبل 2012 هذا الحديث ما كانش، كانت الناس تغسل الدجاج نورمال، ما كان حتى مشكل. ومن بعد ولات هذا النقاش، يعني النقاش هذا العالمي، نقاش عالمي. نبداو نبذه تاريخيه، هو ان الدجاج قبل يعني في حوالي 1920 ما اولا ما كانش يوزن 4 كيلو، كان الدجاجة المليحة كاع توزن كيلو، كيلو ورطل خلاص ما تزيدش. سردوك اللي يوزن كيلو ورطل، الدجاجة كيلو. وكان الدجاج صغير وما كانش الناس تاكلوه بهذه الدرجة، يعني موجود في كل الأطباق وفي كل الناس تقدر تاكلوه، وكان في بعض الأحيان يكون غالي ويخلوه إلا للمناسبات إلى آخره. ومن بعد ولات لا ديموكراتيزاسيون لا كونسوماسيون تاع لو بولي. علاش؟ لأن جات تطوير الصناعة تاع تربية الدواجن في حوالي 1940. اولا بدات هي كاين شقين، هو تهجين الدجاج، يعني خرجت هذا لو بولي بلون هذا ما كانش، هي الاصل هي لو غالوس ماليوس، هذه سي الدجاجه الاولى جايه حمراء. ومن بعد خرجوا هذا التهجين، خرجت هذه الدجاجه البيضاء هذه الريش ابيض بور دي ريزون استيتيك اكسيتيرا، ريزون اندستريال، صناعه طلبت هكذاك. فعندنا هذه الدجاجه اللي راهي موجوده الان عن طريق اولا التهجين، ثانيا في حدود 1940 كاين باحث في عالم يعني الادويه الى اخره، جرب مد لي بوسان هذوك يعني الفصافيس هذوك، نعم. مد لهم الصيصان، الصيصان مد لهم كما نقولوا المضادات الحيويه ايزونتيبيوتيك، لاحظ باللي يسمانو يعني في غضون في اسبوع قصير او 10 ايام يوليو 10 خطرات الوزن تاعهم. فبدايه من هذه اللحظه تاع لا ديكوفيرت هذه، بداو يمدوا يعني لي زيلفور اللي يربوا دواجن، بداو يمدوا المضادات الحيويه للدجاج، للصيصان، نعم. يمدوا لهم لي باش يسمنوهم. الغرض هو اثنين، اولا باش نقولوا سي اتيت بروفيلاكتيك، حمايه من البكتيريا الى اخره. ثانيا باش يسمنوا، تسمى كان الانتيبيوتيك يستعمل كماده للتسمين، للتسمين، وهذا ماشي العلاج الصيصان، يعني ماشي العلاج، يستعملوه الاثنين، العلاج نعم عنده غرضين، نعم صح. كثير من اللي يربوا دواجن يستعملوه لتسمين الدجاج، والانتيبيوتيك للدجاج هو يعني المضادات الحيويه من اكثر المبيعات في المضادات الحيويه، هي رايحه لتسمين الدجاج من 1950 حتى حوالي 2007 وين ظهرت ما يسمى ب لا ريزيستانس اوز انتيبيوتيك، يعني مقاومه للمضادات الحيويه. وهنا لاحظوا يعني البحوث لاحظت وجود بكتيريا سالمونيلا ولا كونفيلوباكتير اللي عندها خاصيه يعني ريزيستانت اوز انتيبيوتيك، البينيسيلين الى اخره، يعني مضاده للمضادات الحيويه، يعني لا ديفلوبي اون ريزيستانت هاد السالمونيلا. ولهذا
المجتمع الدولي يعني واللي يعملوا في هذا المجال تقلية الدواجن والى اخره خوفا من انتشار هذه السالمونيلا اللي مقاومه يعني للمضادات الحيويه الانتيبيوتيك، ولاو يقولوا باللي ما تغسليش ما نغسلوش الدجاج نحطوه ديريكت ضي به والنار هي اللي راح نعم درجه الحراره المرتفعه هي اللي تقضي على البكتيريا نعم. خرجت هذا الاخر يعني تفاديا لانتشار هذه السالمونيلا اللي هي مقاومه ل يعني باش نفهموا كيفاش التسلسل واش صرا يعني من قبل ما كانش هذا المشكل نعم. جاء لظهور يعني بكتيريا اللي هي نعم. تعيش مع الدجاج في الجهاز الهضمي تاع الدجاج وفي الفضلات تاع الدجاج كي يعني في الاوساخ تاعها الى اخره تنتشر فراح تكون يعني ان ريسك سانيتير لانتشارها فلهذا نعم. فالانسان عندما يقتني دجاجة وتكون فيها هذا السالمونيلا نعم. الخوف انه كي يغسلها يعني بالماء تنتج تتكاثر يعني في الكوزينة نقولوا المراه ولا الراجل كي يعود يحضر في الدجاج تاعو يقدر كي يقطعوا يغسلوا هذاك الماء اذا ما انتبهش ديك القطرات هذوك راح ينتشروا يقدر يروح يمس نقولوا فاكهه ولا حاجه اللي ما تنغسلش ولا خضره ولا تقطر على الماء اللي الى اخره فراح تقدر تكون هي بصح هذا المشكل يعني ماهوش يعني يقدر يشكل حقيقه خطر اذا كانت لا كونتيتي تاع السالمونيل يعني تكون قليله يعني تكون اذا كانت كثيره تكونش معتبره في الدجاجات تكون معتبره تقدر تشكل خطر نعم. اذا كانت قليله ففي الحقيقه السالمونيل موجود في تقريب كاع الدجاج نعم. ولهذا ف يعني كاين اللي ناس يقول كان نغسل الدجاجه وكاين اللي يقول لا ما نغسلهاش نعم ولهذا السبب نصب المكالمات الهاتفيه دكتور باش نعرفوا اذا يوصلوا ولا ما يوصلوش الدجاجه يلا نستقبلوا اول مكالمه هاتفيه صباح الخير صباح النور صحه رمضانكم واش راكم لاباس بالف خير صحه رمضانك الحمد لله كي تكونوا تهضروا في المواضيع هذو تمسوني انا نشكي على الحوايج بغيت نسقسي الاخت انا اللي كي نجيبها نقيها نغسلها نحي لها الجلده هذيك ونحطها في الخل والملح الخل والتفاح والملح ونخليها مدة ساعتين ومن بعد نزيد نشللها مليح وندير لها القارص ومن بعد نخلي نشفها هاك ساعات في البابي واللي نطبخهم واللي بغيت نخليهم نديرهم في كيس بلاستيك نديرهم في الكونجيلاتير بصح ما نستعملهم تمتم يعني في مدة 15 يوم ولا ناكلوهم بغيت نسقسي الأخ يعني هذا الخدمة هاد مليحة وثانيا بغيت نسقسيه اللي ياكل تما الأكل الدجاج يوميا يعني بكميات قليله هذا يأثر على الصحه تاعو نعم ما يأثرش خاطر انا عندي الشيخ قالوا له الطبيب يقول يعني طلع اللحم الابيض او الاسماك نعم شكرا على المكالمه ولا نشوطوها قبل ولا ما نشوطوهاش كما كانوا الناس بكر يحطوها فوق النار يشوطوها قبل ومن بعد هذه يغسلوها وشكرا وصحه فطوركم وربي يعينكم ان شاء الله وخطر اخرى على اشياء اخرى في الخضر وفي نعم شكرا صحة نعم شكرا صحة رمضانك وصحة شرايبتكم يسلمك صحة تعيشي شكرا إذا نجاوبوا عليها دكتور لأنه سؤالها مهم جدا وقبل ما نجاوب عليه يعني آخر الجواب تاعك حابة هذا لو عندنا حتى أيضا سؤال الدجاجة نغسلوها مر ما نقطعوها ولا نغسلوها كي تكون قبل ما نقطعوها يعني هي في الحقيقة دوك صعيب ما حتى في الخارج يعني الأوروبيين الأمريكان اللي خرجوا هذا يعني هذه الحكايه تاع نغسلو ولا نعم. ما نغسلوش واللي في بعض الاحيان كاين بعض المؤسسات يعني كما نقولوا الوطنيه في امريكا هي اللي تقول لك ما نغسلوش الدجاج ولهذا ف مثل الاف دي اي مثلا تنصح وتقول ولكن تقول اذا الانسان فضل باش يغسل الدجاجه فهي الاحتياطات اللي ياخذها الاحتياطات هي يعني كي يكمل العمل تاعو لازم ينظف المكان مليح كاين يعني كيما نقولوا لوجافال الى اخره باش يتفادى هذه السالمونيلا هذه خاصه باش تعود تنتشر الى اخره نعم ف يعني هنا كل واحد كيفاه هي في الحقيقه الصناعه تاع هذه الدواجن هي اللي وجدت هذه الظروف فمثلا في اوروبا الى اخره فالدجاج يجي منقي واجد في الامبالاج تاعو يعني ما فيش شوائب الى اخره فهذه نقولوا يقدر الانسان يقوم بالطهي تاعها بلا ما
هذه اونتر بارونتيز ها فكاين اللي ما يقدرش يقول لك لا لا لازم نغسلها ما نعرفش واش تكون فيها ولكن احنا كي نشوفوا الظروف تاعنا مثلا تربيه الدواجن ما همش كاع يعني عندهم يعني هذه السلسله الصناعيه نعم صحيح والدجاج يجي واجد والى اخره احنا في الجزائر مشواط يجي اكي شتي الدجاج يجي شغل مذبوح او مازال فيه الدم مازال صحيح فيه الريش احيانا الريش الى اخره كيفاه نحطوه نطيبوه هكذا مباشره اي صحيح لازم لازم ناخذ احتياط الاحتياط هو نقدروا يعني باحتياط ناخذ كما قالت الملح وخل التفاح الاجراء صحيح احسن انا نعرف يعني الدراسه اللي دارت يعني في الامريكان بنفسهم هما اللي اوائل اللي يعني كي كونسوم لو بولي بزاف ويعرفوا له مليح ويطيبوه الى اخره اكثر من كاع البلدان فهما يقول لك الجمعيه تاعهم تاع تربيه الدواجن يقول لك باش اولا باش نحوا لي زونتيبيوتيك اللي راهم موجودين في الدجاج باسكو راه هذاك هو المشكل او يقدر يكون اخطر من السالمونيلا يعني الانسان اللي يتناول اذا كان الدجاج هذاك موجود فيه الانتيبيوتيك وراح ناكلو على مدار سنه يقدر كاين دي ريسك تاع لا كونسوماسيون دونتيبيوتيك ريزيديوال اللي موجود بكميات قليله في لحم الدجاج في لحم الدجاج هذاك هو يشكل خطر غير مباشر على الصحه اللي نقدروا نتعرضوا له في مره اخرى واذا كان عندنا الوقت نهضروا عليه المهم هذا الشق هذا لازم ننتبهوا له وهذه كاين طريقه باش نقدروا نتخلصوا من هذه المضادات الحيويه اللي تكون في لحم الدجاج هي انه يقول لك نحطوا الدجاجه في ماء يعني نغطوها نعم بالماء هذاك الماء هذاك نحطوا فيه الملح يعني حوالي 3 او 4 مغارف كبار تاع ملح نحطوا فيه من افضل عصير الليمون ماهوش الخل يقول لك عصير الليمون خير نعم الملح عصير الليمون والبيكربونات هادو كاع نحطوهم في هذا الماء وراح يتخلص من يعني لي ريزيدو هادو البقايا تاع الانتيبيوتيك راح نقدروا مده ساعتين هو ساعتين هو في الماء ساعتين وعلى فكره هنا كاين دراسه دارت مؤخرا هي الزعتره هذيك اللي نسموها زعتره ولا الزعتر اللي نوجدوه في السوق تحط بوكيل داخل فراح تقضي على السالمونيلا لان السالمونيلا ما تكفيش هذا المحلول باش يقضي عليه فوجود الزعتره هذه على الشكل هي مليح تكون على شكل زيت لان زيوت الطياره تاع الزعتره تاع لو تان راهي تقضي على السالمونيلا نقدروا نديروا بعض القطرات اللي عنده زيت الزعتر يحطها في الماء هذاك راح تقضي على السالمونيلا وهكذا نتخلص من هذا المشكل تاع غسل الدجاج الى اخره و او نحطوا كاريمون بوكي دو زعتر يتحط ونقدروا وفي الاخير نتخلصوا من هذا يعني الماء لازم زوج سوايع من بعد نتخلصوا من الماء من الماء هذاك ونقدروا نغسلوها ونقيوها ونديروها بالزعتره هذيك نخلو البوكي هذاك الماء كي تاع الزعتره هذاك ندهنوا به كاع الدجاجه فراح يقضي على السالمونيلا ويعطي لها ذوق مليح يعني في اللحم تاعها نعم والمضادات الحيويه يعني المضادات الحيويه راح تروح مع الماء هذا نتخلصوا منها مع الماء ما تروحش كاع بنسبه حوالي 60% تبقى 40% هذيك اذا كان الدجاج كي نطيبوه يعني في شكل مثلا محمر الى اخره فزيوت هذيك راح تروح راح تزيد تنحي لنا هذيك 20-30% اللي بقات نعم كاين اللي عاود هذيك الزيت يريكوبريها وياكلها هذه هي دونك لازم هذا خطا يعني نتفاداو نحيوه باسكو يقدر يكون فيه هذوك الانتيبيوتيك دراسات تقول باللي هذوك يعني الزيوت اللي تتقاطر الى اخره راح تعاوننا باش بوغ اليميني لو غيست تاع لي زونتيبيوتيك فراح ناكلوا الدجاج يعني بلوز او موان يكون ما فيهش هي نعم. من الافضل المربين ما يستعملوش المضادات لان نعم. المضادات الحيويه حتى في الجزائر يعني منعت ابارتيغ دو 2007 ولا 2000 ممنوع باش نستعملوا لي زونتيبيوتيك لتسمين الدجاج كما منعت في العالم في حوالي يعني هذوك 2007 نعم. 2008 اذا الاصح اننا نشرو كيما احنا نعرفوا دجاج عرب عندنا دجاج عرب في الجزائر كاين يتنقل دجاج عرب اذا كان موجود فهذا هو الاصح يعني ما يكون يعني متربي في الطبيعه ويتنقل في الهواء يمشي ما راحش يمرض يمشي نعم. فالدجاج كي يكون يمشي بزاف راح ما تنساش القيمه الغذائيه تاع الدجاج مثلا كي نقارنوها بلحوم اخرى هي وجود يعني الدهون غير مشبعه فيه منها الاوميغا 3
كي يكون يمشي ويتحرك، لأن الدجاج بكري دجاجة تاع عرب ما يقدرش إنسان وحده يحكمها، صحيح تنقل بسرعة بسرعة. دوكا الدجاجة يقدر وحده يحكمها، بكري لازم واحد الربعة ولا باش يحكموها، لأنها تنقل ولي غابيد في الديبلاسمو، وهذا التنقل تاعها والحركة تاعها هي اللي تعطي ميزة تغذوية في اللحم تاعها، راح تنتج لنا ما يسمى بالزيوت الغير مشبعة أوميغا 3 واللي عندها يعني قيمة غذائية مهمة جداً. نعم هناك منتج جزائري الآن راه مختص في الدجاج عرب كما يقولوا، بين قوسين مش ما نذكروش العلامة، لكن السعر تاعها يعني مرتفع مقارنة بالدجاج تاع تريسيتي كما نقولوا احنا بالعامية. هذا هو واش يقولوا. لكن انت كخبير دكتور تنصح أننا نستهلكوا الدجاج يعني أقل ويكون السعر تاعو مرتفع، ولا ناكلو كل يوم الدجاج تاع تريسيتي؟ هي في الحقيقه هذه تربيه الدواجن سمحت باش الانسان يعني غالبيه الناس يكون عندهم لاغاسيون بروتينيك. نعم. يعني البروتينات الحيوانيه تقريبا يقدر يكون كل يوم، ولكن لوجود هذا اللي تكلمنا عليه من كاع هذه المشاكل هرمونات ايضا يزيدوا لهم هرمونات، كان في بعض الاحيان وين تكون هذا المشكل هذا تاع الهرمونات، وهذه الطريقه اللي تكلمنا عليها لتحضير الدجاج نخلوه زوج سوايع الى اخره بهذه المواد راح تساعد باش بوغيليميني هذا المواد اللي قلنا هرمونات او انتيبيوتيك. نعم. ومن الافضل تكون كما قلتي الدجاج يكون يعني يرعى في الخلاء ويتحرك وياكل يعني ما واش كاين في الارض الى اخره، فهذا احسن يعني هو سي ليديال. واذا ما كانش فهذه الاحتياطات اللي كنت تكلمت عليها نقوم بها باش تكون يعني استهلاك تاع الدجاج صحي. صحي، نعم. الآن نروح لطريقة التحضير، كيفاش نحضروا الدجاج بطريقة صحية دكتور؟ يعني هي في كل واحد كيفاش يعني عنده طريقة تاع التحضير على حسب يعني لوغو إلى آخره. كاين يعني تكون محمرة أو هي من الأحسن ايفيتي لي فريتور و ايفيتي يعني ما نقليوهش يعني القليان. كاين التحمير مليح يعني هو او الاخر يكون يعني طريقه مليحه ويعني صحيه نقدروا نستعملوا. هي من الاحسن دائما التحضير يكون اكومباني دو ليغوم يعني الخضار، يعني لان الخضار هذيك تعطي حمايه اكثر بالنسبه للدهنيات اللي موجوده في الدجاج وبالنسبه لكل يعني المغذيات هذه، فتكون دائما الدجاج يكون دائما موجود معاه خضر مختلفه يعني الوان الى اخره، فهذا راح يكون اكثر صحيه. بالنسبه اللي يستعملوا مرق الدجاج نعرفوا بلي مرق الدجاج معروف من زمان بكري يستعملوا حتى يداووا به كي يكون الدجاج يعني صحي الى اخره، فيعطي مغذيات وقيمة غذائية علاجية يعني معروف يعني في كل شعوب يعرفوا مرق الدجاج هذا يستعملوه للتداوي مثلا في نزلات البرد إلى آخره، فنقدروا نمثلوه يعني هو الشربة. فهاد مرق الدجاج يعني يستعملوا حتى العظام يخلوها طيب مع المرق إلى آخره مدة معينة أكثر من ساعتين ثلاث سوايع راح تتلقى الكولاجين الى اخره تاع اللي موجود في العظام، وهذا راح يعطي قيمه غذائيه اخرى إضافية. اللي تحسن البشره تحسن يعني حتى يعني العضلات تاع الانسان يعني تعطي فوائد كثيره للصحة. نعم اكيد. خلي المشاهدين ايضا يتفاعلوا مع البرنامج دكتور ويطرحوا لنا الاسئله تاعهم. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير. عليكم السلام. صحه رمضانك. الله يسلمك. صحة رمضانك. تعيشي تصوموا بالصحة ولا هنا عندك سؤال في الموضوع؟ الموضوع هو حبيت نسقسي على الكبد الدجاج ونسقسي ويسول نعم أنا أسمعه فيك، عاودي لي السؤال تاعك تعيشي؟ قلت كبد الدجاج طريقة كبد الدجاج نعم. شريهم طيبيهم بزاف؟ نعم طيبيهم. حبيتي تعرفي كيفاش نغسلوهم كيفاش نقيهم؟ الغسيل تاعو ونعرف الكويس وسكالو كيفاش يتغسل. كي تشريهم يعني مقطعين؟ كيفاش مقطعين كيفاش يتغسلو والكويس كيفاش يتغسل.
نعم نعم، شكرا جزيلا. نعم. الشكر على هذا التفاعل الصباحي، يعطيك الصحة. نعم، يلا صحة فطورك وصحة شربتك، تعيشي. إذا في أقل من 3 دقائق دكتور، كيف لي زابا هذوك اللي نشروهم كيفاش تغسلهم؟ ولي سكالوب قالت لك هي تشريح طرف طرف، أيضا كيفاش تغسلو؟ نعم، هذو لي زابا كاين بزاف اللي يحبوا يستهلكوهم، هما في الحقيقة عندهم بعض كيما نقولوا المواد يعني لي فالور نوتريسيونيل، خاصة غنية ب الجروب دو فيتامين بي بي 12 الى اخره، معروف غنيه بالبي 12، ولهذا كاين بعض الناس اللي يحبوا يطيبوهم وعندهم طريقه مع توابل الى اخره تقدر تكون يعني مغذيه. طريقه يعني الغسل تاعها الى اخره كما تكلمنا نفس الطريقه، نستعملوا نفس المحلول، لان يقولوا بعض الدراسات تقول بلي يكون ماده الانتيبيوتيك هذه موجوده اكثر في هذا الاعضاء، لانه هي اللي تصفي اصلا الدم، هي اللي تصفي، فيقول لك يكون موجود تكون تراكمات، تراكمات تاع الانتيبيوتيك هذو، المواد اللي يعني الكيميائيه اللي يستعملوها المربين الدجاج راح تكون في هذا لي زابا. فنستعمل هذه الطريقه اللي تكلمت عليها للتخلص من، فنقدروا نغليوها مثلا، هي من الاحسن نغلوها، ف نوضعوا لتفادي السالمونيلا، يعني تقدر الانسان لي زابا هذوك يقدر يشريهم وموجود واجدين هكذاك، ما راحش يجيبهم هو ينحيهم من الدجاجه، يكونوا واجدين. فاذا كانت شروط النظافه ماهيش محترمه او يعني درجه الحراره، يقدر يكون تكون كونتاميني وسالمونيل ولا كونفيلوباكتير، فلهذا فلازم تتغلى مليح وتطيب مليح الى درجه، اقل درجه هي 100 درجه للتقضي على هذا يعني البكتيريا. فنقدروا نستعملوا كما قلنا نغليوها ب يعني لو جو دو سيترون، لان لاسيديتي لاسيد سيتريك راح يمد حموضه لتقضي على السالمونيلا. قلنا ان بوكي تاع واسمه زعتر هذاك ولا الزعتر والملح وتتغلى، فبهذه الطريقه راح نقضي على لي تراس دونك لي ريزيدو هذوك البقايا تاع الانتيبيوتيك والمواد الكيميائيه، وراح نقضي على السالمونيلا. نعم، اذا الاسكالوب نفس الطريقه كما هذه. نعم، انا قبل ما نختم عندي سؤال، بالنسبه للناس اللي يشروا الاسكالوب مقطع ومدوزن، تنصح بها ولا ما تنصحش بها دكتور؟ شو نقول لك، كل واحد كيفاش، على حسب يعني الشخص اللي يشري من اللي يحضر، يحضر. نعم. هذا الاخر، فيقدر يكون اذا كان محافظ على يعني شروط النظافه الى اخره فيقدر يكون، ولكن انا نحبذ باش تكون هذا التحضير غير الا ما كانش عنده الوقت، ويكون انسان يشري عنده ثقه الى اخره. نعم. فمن الاحسن تحضيرها في المنزل في البيت. شكرا جزيلا الشكر لك دكتور، شكرا على تلبية الدعوة الصباحية. نقول لك صحة رمضانك وصحة شريبتك، يعطيك صحة للبيت الدعوة.